ماذا يفعل ملك الموت اذا دخل على الواحد منا؟ تعالى، ماذا يفعل اذا دخل على المؤمن؟ وماذا يفعل اذا دخل على الكافر الفاسق؟ اذا دخل على المؤمن قال له السلام عليك يا عبد الله، فيقول له المؤمن يا ملك الموت زائرا جئت ام قادرا؟ فيقول له ملك الموت يا عبد الله بل جئت من الله قابضا لا زائرا، فان الجنه تشتاق لرؤياك. ومعه فريق من الملائكة، ثم يقول ملك الموت لروح المؤمن: اخرجي ايتها النفس الطيبة من بدن الطيب، اخرجي الى روح وريحان ورفق راض غير غضبان. وتخرج الروح لتلف في حرير اخضر، ويصعد بها الملك الى السماوات العلى، وتفوح رائحتها اطيب من ريح المسك، كلما دخل بها سماء من السماوات اصطفت الملائكه الكرام ورحبت وباركت، حتى اذا ما انتهت الروح الى صاحب العرش العظيم جل جلاله قال الله للملائكه: ادخلوا روح عبدي في سدر مخضوب وطرح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهه كثيره لا مقطوعه ولا ممنوعه وفرش مرفوع، فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنه نعيم، واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين. وحد الله رب العالمين. هذا هو ملك الموت. قال الله تبارك وتعالى: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليهم حفظة حتى اذا جاء احدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم ارسلوا الى الله مولاهم الحق الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين. اما ان كان العبد عبدا كافرا عاصيا فاسدا مفسدا فان ملائكه الموت عندما تدخل عليه تضربه ضربا شديدا وهو على صراط الموت. قال الله تبارك وتعالى: فكيف اذا توفتهم الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم؟ ثم ماذا؟ ثم تلف الروح في خرقة بالية يطوح منها ريح خبيث، فيأمر الله بها إلى سجين. وما أدراك ما سجين؟ إن سجين ما هي إلا حفرة من حفر النار. فيستغيث العاصي الفاجر ويقول لملائكة الموت: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما فرطت. فيرد عليه مولانا تبارك وتعالى قائلا: كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. إذا نام العبد على خشبة الوجه نادى عليه الملك: يا ابن آدم، أين لسانك؟ ما أسكت،
يا ابن آدم أين كلامك؟ ما أخرتك؟ يا ابن آدم أين ريحك الطيب؟ ما غيرك؟ يا ابن آدم أين مالك؟ ما أفقرك؟ أين لسانك؟ أين كلامك؟ أين ريحك؟ أين مالك؟ فإذا ما وضع في نعشك لما في على أهلك يا أهلي يا أبنائي لا تغرنكم الدنيا لا تلعبن بكم الدنيا فما لعبت بنا لقد جمعت المال من الحلال والحرام وسأعطيه لكم تستمتعون به وسأسأل عنه وحدي عذاب الله يوم القيامة والمال لكم والحساب علينا. ثم ماذا؟ إذا وضع على باب القبر ينادي عليه القبر قائلا يا ابن آدم جمعت الدنيا أم الدنيا جمعت؟ أتركت الدنيا أم الدنيا تركت؟ استعددت للموت أم المنية عاجلت؟ يا ابن آدم خرجت من التراب وعدت إلى التراب خرجت من التراب بلا ذنب وعدت الى التراب وكلك ذنوب فاذا ما وقع في قبره نادى عليه مالك الملك وملك الملوك يا ابن ادم رجعوا وتركوه وفي التراب ذكروه ولو ظلوا معك ما نفعوك ولم يفقلك الا انا وانا الحي الذي لا اموت. أنا الحي الذي لا أموت.